دجاج مع خضرة بالفرن. شوفوا معي كيف بحضرها. منبلش بتحضير تتبيلة الدجاج، كتير هينة. بدنا حامض، برش ليمون، زيت زيتون، معجون الطماطم، شطة حرة وملح، والبهارات المشكلة رح اكتب لكم اياهم. التتبيلة هيدي بنحطها على الدجاج، بنفرك الدجاج فيهم منيح، وبنرجع بنغطيهم، بنتركهم ساعتين منقوعين ليتشربوا الخلطة. بالصينية اللي بدي اشوي فيها الدجاج حطيت الخضرة المقطعة، حطوا خضرة على ذوقكم، ورجعت تبلتهم بنفس خلطة الدجاج، ورجعت حطيت الدجاج فوقهم، غطيهم بورقة زبدة وبورق القصدير. إذا لاحظتوا أنا ما ضفت مي على الصينية لأنه الخضرة رح تنزل كل ميتها. حطيتها بالفرن على نار كتير هادية، وبعد ساعتين شلتها، دهنت الوجبة شوية كاتشب، أكيد اختياري بس أنا بحب هيدي النكهة كتير، وحمرتهم من فوق. وهيك صار غدانا جاهز. شوفوا منا منظر عن جد بيفتح النفس. وإذا بدكم وصفة التوم بتلاقوها بالبوست يلي قبل هيدا.